هاي طلقة بتاع. في طلقة في الحيط طبعا، بتكون الطلقة هي كنت تعطيها الكاميرا، في طلقة هي هذه بس تأكدنا منها. اوكي لما تركز، معلش تركز في الصورة تلقى في طلقة، فهمت؟ طبعا الصورة هذه منين جبناها؟ جبناها من النت عن طريق اليوتيوب، فهمتي؟ عن طريق اليوتيوب. فالفيديو الأول، الفيديو الثاني طبعا هي هذه الصورة تاعها فيها ثلاثة جثث، اللي هو بيكون هو يعني نفس الملابس اللي لابسها اليوم اللي طلع فيها، فهمتي؟ فقعدنا احنا ندوروا هذه السورية، هذه أنا اللي شاريها لها، عرفتي؟ فطبعا بما أن أبوي أكيد حتى من الإحساس إني بنعرف إني أنا هذا أبوي، هذا مكان الطلقات اللي في الراس. فهذه كمية، هذه كمية رصاص ليل دارت حفرة، عرفتوا؟ تفتلوا في نفسك انك لو جابوا لك الجثه وقت الوفاه، وزي ما تقولي تقبلتي العزاء وتاكدتي ان هذه الجثه عندك، لكن اللي حزك ان هو خدوه منك وسجنوه وقتلوه وانت ما تعرفيش، هذا اللي حزت في نفسك. انا لو بنطالب برفاتهم، لو بنطالب برفاته ومكان جثامينهم وين موجودة، بحيث أننا بندفنهم عليه بطريقة خاصة وفق الطريقة الشرعية الإسلامية المعروفة، وبإمكانهم يكون وجود ثابت قدامي يعني حتى لما تتاح للزيارة نقدر نزور في أي وقت في أي حين. Libya went through several events where relatives went missing, disappeared, were arrested, died during the conflict, and families simply don't know. They don't have the means to reach closure. It's thousands of missing, therefore many more relatives were in the despair. It's not only a question of legal obligations or legal right to know, it's a humane question.